مساء الخير مشاهدينا أينما كنتم. حلقة جديدة من شوط إضافي لليوم، وفيها كريستيانو رونالدو يتخذ قرارا صادما ويطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، وفي محورنا الثاني بعد عقد رعاية قميص نادي باريس سان جيرمان تعرف إلى عالم رعاية القمصان في أوروبا. فجرت صحيفة تايمز البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أوردت تقريرا يفيد بأن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قدم طلبا لمغادرة النادي فور طول عرض مالي مغر والسماح له بخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية. الصحيفة أوضحت أن طلب رحيل الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا كان بسبب عدم مشاركة مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج، إضافة إلى غياب الرؤية والتخبط الإداري الذي أوصل النادي لاحتلال المركز السادس في الدوري المحلي وعدم التأهل المباشر للأبطال. كما ذكرت التايمز أن لدى رونالدو 3 أو 4 أعوام إضافية يستطيع اللعب فيها على أعلى مستوى، لذا لا يريد إهدارها في وقت يسعى فيه للتتويج بلقب آخر في المسابقة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية. مشاهدينا، رونالدو قدم من نادي يوفنتوس الصيف الماضي بصفقة آنذاك كلفت يونايتد 20 مليون يورو، إذ ظن الرجل أنه سيكون محور مشروع الفريق في السنوات القليلة المقبلة. لكن ما صدم صاروخ ماديرا كانت الحالة التي وصل إليها الشياطين الحمر، مما دفع هذا الرجل في ذات مرة للقول إن مرافق النادي وتجهيزاته تفتقر كثيرا من الأشياء، وهذا ما يبرر تراجع مستوى اللاعبين وعدم تقديم الأداء المأمول من الصفقات التي كلفت مبالغ ضخمة. لعل يعني هاري ماغواير هو أغلى مدافع حاليا في الدوري الإنجليزي في نادي مانشستر يونايتد، ويعني نال كما هائلا من السخط في الموسم الماضي، ناهيك طبعا عن المشكلات الموجودة داخل غرف خلع الملابس والاقتتال على شارة الكابتن من سوف يحمل هذه الشارة، أيضا الحصول على امتيازات في الفريق. كل ما سبق إضافة إلى أسباب شخصية هي ما دفعت كريستيانو رونالدو لأن يفكر بشكل جدي بالرحيل عن مانشستر يونايتد. طبعا هو عدم تأهل نادي مانشستر يونايتد بطبيعة الحال إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا هو أحد أهم الأسباب، وهو السبب الرئيسي لربما هكذا قال المتابعون للتفكير بالرحيل عن نادي مانشستر يونايتد. تكلمنا عن أرقام الدون خلال الموسم الماضي، إن تكلمنا عنها فسنجد أنها أرقام جيدة مقارنة بعمر الرجل الذي وصل إلى 37، وأيضا وضع النادي الغير مستقر، تبديل مدربين بعد السير أليكس فيريكسون، لم يأتي مدرب إلى نادي مانشستر يونايتد بهذا الحجم وبهذا التأثير، التخبط الإداري ما زال مستمر في هذا النادي. سجل رونالدو إن قرأنا بعضا من أرقام الرجل، يعني هو أيضا يعني لم يشارك حتى من بداية الموسم، أتى بعد 2 أو 3 جولات، ولكنه استطاع أن يكون يعني رقم صعب في الدوري. منذ عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد سجل الرجل 24 هدف في 37 مباراة، يعني ماذا تريدون منه؟ الرجل 24 هدف في 37 مباراة وهو عمره 37 سنة، يعني ماذا يحتاج الرجل أن يفعل أكثر من ذلك؟ حل أيضا رونالدو في الترتيب الثالث في ترتيب هدافي البريمير ليج رغم عدم لعبه من أول جولة في الموسم برصيد 18 هدف، طبعا يأتي على قائمة هدافي البريمير ليج خلف محمد صلاح والكوري الجنوبي هيونغ مينسون، يعني اللذان سجلا 23 هدف في مجمل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. ماكينة أهداف هذا الرجل يا جماعة، إلى أين سوف يرحل ويترك مانشستر يونايتد؟ لماذا الرجل يتساءل لماذا لم توفر الصفقات اللازمة؟ يعني إلى حد الآن لم يتحرك مسؤولو إدارة اليونايتد من أجل ضم أسماء ضخمة لمساعدة رونالدو لربما على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أو حتى بالدوري الإنجليزي. يعني حتى في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد لا يستطيع أن ينافس، يعني نقول الصراحة ليفربول ومانشستر سيتي وحتى تشيلسي يجلبون أسماء كبيرة ويعني يدججون النجوم في صفوفهم ولا أحد يستطيع مجاراتهم. يعني مانشستر يونايتد جماعة هو نادي ليس بالنادي الفقير، لديه يعني إمكانات ولديه أيضا رؤوس أموال ضخمة واستثمارات وعقود رعاية، يستطيع هذا النادي بطبيعة الأحوال توفير اللاعبين، ولكن
ليس هناك مشروع. الآن أتى إريك تين هاغ لنرى ماذا سيفعل. رونالدو تفوق بالمعدل التهديفي على مواطنه برونو فرنانديش الذي اكتفى بتسجيل 10 أهداف فقط في الدوري، بالرغم أن برونو فرنانديش يعني ما زال سنه صغير مقارنة بكريستيانو رونالدو. على مستوى الصناعة سنتكلم، هو مهاجم الرجل، غير مطلوب منه أن يقوم بصناعة أهداف، ولكن قام بتمرير 3 تمريرات حاسمة، كان في المرتبة الثالثة خلف برونو فرنانديش الذي مرر 6 تمريرات، وفريد وأليكس تيليس بـ4 تمريرات. هناك أنباء تقول أن أليكس تيليس سوف يخرج من نادي مانشستر يونايتد، أيضا لم يقتنع به المدرب إريك تين هاغ. أما في دوري أبطال أوروبا فقد تمكن الدون صاحب الكرات الذهبية الخمس من تسجيل 6 أهداف برفقة النادي نادي الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا. طبعا نذكر بأن الهداف في هذه النسخة التي حصل عليها ريال مدريد كان كريم بنزيما بتسجيله 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا. الصحف الإنجليزية تفاعلت مع هذا الخبر. نبدأ مع أول صحيفة معنا لهذا اليوم، صحيفة سبورت ستار، قالت قنبلة انتقال أولد ترافورد، وضعت هذه الصورة لرونالدو. تقول بالإنجليزية رون هيز واي، اليونايتد يصعق بطلب كريستيانو المغادرة. لم يكن أحد لربما يتوقع من مسؤولي مانشستر يونايتد، رغم تأكيد إريك تين هاغ المدرب الجديد للنادي بأن على رأس المشروع سيبقى كريستيانو رونالدو وسوف أعتمد عليه في مشروعه، ولكن كما ذكرنا لديه 3 أو 4 سنوات، عليه أن يعني يفوز بلقب آخر لدوري أبطال أوروبا. مانشستر يونايتد لنكون واضحين لا يستطيع بصراحة، يعني مع هذه التخبطات لا يستطيع أن يفوز حتى بلقب الدوري الإنجليزي أو حتى بلقب الكؤوس. صحيفة إكسبريس قالت رونالدو أخرجوني، اليونايتد يلتزم الهدوء مع طلب الأسطورة مغادرة أولد ترافورد. سوف أنوه لقضية بأن إلى حد الآن نادي مانشستر يونايتد والمسؤولون وحتى المدرب لا يريدون الرد على هذه أو على هذا الطلب من كريستيانو رونالدو الذي قال بأني أريد أن أخرج لأجرب تجربة أخرى، ولكن هناك أندية تسعى إلى ضم رونالدو على رأسها نادي تشيلسي. حتى المسؤولين في يونايتد قالوا بأننا لا نريد أن يخرج رونالدو بطبيعة الحال إلى يعني نادي منافس معنا في ذات الدوري، يعني نريد لربما إن أراد أن يخرج لربما يذهب إلى بايرن ميونخ أو إلى نادي آخر، لربما يعود إلى يوفنتوس، مع أني يعني لا أرجح عودته إلى يوفنتوس أو حتى إلى ريال مدريد، حيث يعني هناك العلاقة أصبح فيها شرخ كبير بين رونالدو وبين بيريز رئيس نادي ريال مدريد الذي استبعد طبعا عودة الدون إلى نادي ريال مدريد. رونالدو أريد المغادرة. تقول صحيفة الديلي ميل أسطورة اليونايتد غير سعيد، ولكن النادي يصر على أنه ليس للبيع. يعني لربما إن توفر مهاجم في السوق يستطيع نادي مانشستر يونايتد أن يتعاقد معه، سوف يتيح المجال بسبب الاحترام والود بين إدارة النادي وبين اللاعب البرتغالي. هم يعلمون بأن رونالدو لا يستطيع أن يلعب في بطولة غير بطولة دوري أبطال أوروبا، يعني من غير الوارد هداف التاريخي لهذه البطولة يذهب ويلعب في اليوروبا ليج، أمر معيب بالنسبة لرونالدو، فلذلك هم سوف يسهلون خروج الرجل إن أتى عرض مغري كما ذكرت التقارير الصحفية. نأخذ بعض التغريدات وردود الفعل عن هذا الموضوع من حساب محمد عواد الذي قال يبدو تشيلسي الوجهة الأقرب لكريستيانو رونالدو الملك الجديد للبلوز، يريد صفقة إعلامية يبدأ فيها مشروعه، وهجومهم بحاجة لهداف بعد فشل لوكاكو، وبالنسبة لرونالدو سيلعب مع مدرب سيوظفه بشكل ممتاز. بايرن ميونخ بالتأكيد وجهة مثالية، لكن بعد النفي الرسمي السابق يبدو الأمر معقدا. نذهب إلى تغريدة أخرى أيضا معنا من حسين وهبي، يقول فعليا رونالدو قرر يرجع يونايتد من سنة وعمل فيلم هو ومينديز أنه السيتي بده يتعاقد معاه، وضحك على إدارة غبية في اليونايتد وتلاعب بمشاعر الجمهور ووصل الفريق، وأكبر دليل أنه اليوم في قرار أنه يغادر بوقت إعادة البناء لأنه بده يعمل مصلحته مرة تانية ويلعب بدوري الأبطال بما تبقى له من وقت. تغريدة أخيرة حول هذا الموضوع من حساب إبراهيم جاد، قال بحسب صحيفة The Times كريستيانو رونالدو طالب الرحيل عن مانشستر يونايتد، أعتقد الخطوة التي هتبقى مثالية لرونالدو أنه يوافق يخفض رطبه ويروح بايرن 3 مواسم كده تنافسية أقل في ألمانيا طبعا، ومش هيستهلك كتير ومنظومة تنافسية في أوروبا بشكل مستمر، وحيكون ختام في فريق كبير. وقعت شركة طيران القطرية عقداً لرعاية قمصان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أحدث عقود رعاية ملابس الأندية في أوروبا،
وتعتبر رعاية أقمصة الأندية حول العالم من أهم مصادر الدخل، حتى أنها تصبح بشهرة شعار النادي الذي ترعاه، وتحصد مقابل هذه الشهرة تسويقا كبيرا نظرا لجماهيرية كرة القدم الطاغية. أذكر حينما كنا صغارا نتابع لربما في البدايات كرة القدم، لعل أبرز ما كان يلفت أنظارنا هي يعني الأقمصة التي موجودة عليها أسماء الشركات الراعية. للوهلة الأولى لم نكن نعلم بأنها هي شركات تقوم بتقديم أموال للأندية من أجل طبعا وضع هذه الأسماء على القمصان، ولكن كانت تلفت النظر. أيضا كنا نعرف من الشركة الراعية ما هو القميص الذي يلبسه أي نادي كذلك، يعني لربما شركة O2 كثيرين يعني لربما عاصروا تلك الحقبة بالنسبة للنادي أرسنال، كانت شركة شهيرة ومعروفة. حينما تجد قميصا عليه أوتو تعلم بأنه لنادي أرسنال. في فترة من الفترات مثلا نادي برشلونة لم يكن لديه على قميصه راع، كان موجود فقط الشعار والشركة، يعني شعار الشركة التي صممت القميص بالنسبة للنادي. ثم تم بعد ذلك وضع اليونيسف في الطرف الخلفي للقميص. بعدها بدأ النادي بوضع شعار للشركات التي ترعى الأندية بشكل عام. الآن سنعرض لكم أغلى 10 قيم رعاية قمصان في العالم. نبدأ مع نادي بايرن ميونخ، النادي البافاري. طبعا هناك مبلغ يقدم سنويا، العقود هي لمدة 5 سنوات بحد أدنى، 35 مليون دولار هو سنويا يدفع من شركة دوتشة تيليكوم للاتصالات طبعا لوضع هذه كما نشاهد العلامة على قميص نادي بايرن ميونخ، حرف تي الذي يشير طبعا إلى شركة تيليكوم. معنا أيضا نادي توتنهام، هذا هو القميص وهذه هي العلامة AIA. تقدم هذه الشركة، هي شركة تأمين طبعا معروفة، تقدم مبلغ 50 مليون دولار لنادي توتنهام من أجل وضع هذه العلامة على القميص في منتصف طبعا كما نشاهد هنا قمصان اللاعبين. أيضا بالنسبة لنادي يوفنتوس، طبعا جيب الشركة المعروفة الرائدة في صناعة السيارات، هذه الشركة تقدم مبلغ 53 مليون دولار سنويا من أجل وضع شعارها على قميص نادي يوفنتوس. نذهب إلى تشيلسي، هذه الشركة يعني بدأت ترعى نادي تشيلسي منذ فترة قريبة، لم يكن هناك وقت طويل لهذه الشركة على قمصان نادي تشيلسي، تقدم ما يقارب 55 مليون دولار، هي شركة 3، هي شركة اتصالات أيضا. حصل يعني إشكال على موضوع حتى عقود الرعاية، كان هناك يعني بالأزمة التي عاشها نادي تشيلسي حينما رحل أبراموفيتش من النادي، كان هناك سوف يكون فسخ لعقد هذه الشركة بينها وبين نادي تشيلسي، وخرجت شائعات بأن بعض المباريات في الدوري الإنجليزي لن يرتدي نادي تشيلسي القمصان الموجود عليها هذه العلامة، ولكن تبين بأنها مجرد شائعات وأخبار يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. نادي ليفربول أيضا يضع هذه العلامة ستاندرد تشارترد، مبلغ 55 مليون دولار تقدم هذه الشركة. هذه الشركة هي شركة خدمات مصرفية أيضا، تقدم خدماتها في مجال المصارف. بالنسبة لنادي أرسنال، الشركة الغنية عن التعريف فلاي إماريتس، هي شركة للطيران، تقدم مبلغ 56 مليون دولار لنادي الأرسنال النادي الإنجليزي الشهير من أجل وضع هذه العلامة على القمصان أيضا. أما بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان، الخطوط القطرية قطر إيرويز، شركة الطيران العالمية الشهيرة، تقدم بين 63 و 73 مليون دولار أيضا لوضع هذه العلامة على قمصان. ويعني رأينا كيف نادي باريس سان جيرمان قام بتقديم قميصه الرسمي للموسم المقبل، تحدثوا كثيرا عن جمالية القميص بشكل عام، وضعت فيه طبعا أو عليه هذه
العلامة لشركة الخطوط القطرية. مانشستر يونايتد 65 مليون دولار تقدمه شركة تيم فيور، هي شركة طبعا الحلول التكنولوجية لوضع، طبعا هو أيضا شعار، أو هذه الشركة تعاقدت حديثا مع نادي مانشستر يونايتد لوضع هذه العلامة على القمصان. أما بالنسبة لنادي برشلونة، الجميع يعلم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها نادي برشلونة، لذلك تم الاتفاق حديثا مع هذه الشركة، شركة سبوتيفاي، تقدم هي طبعا شركة لي كما نشاهد هنا شركة خدمات الموسيقى والبودكاست، تقدم 73 مليون دولار من أجل فقط وضع هذه العلامة على قمصان نادي برشلونة. أخيرا نادي الملكي، نادي ريال مدريد، هناك مبلغ يقدم وهو أعلى المبالغ المقدمة من شركات الرعاية، مبلغ 83 مليون دولار تقدمه شركة طبعا فلاي إميريتس، أيضا كما ذكرنا هي نفس الشركة الراعية لنادي طبعا أرسنال، شركة الطيران الإماراتية، بهذا المبلغ وبهذا الشكل تقدم هذه الشركة خدمتها لنادي ريال مدريد. وكان معنا هذا آخر شركة راعية للأندية، وإلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة شوط إضافي لهذا اليوم، شوط إضافي جديد غدا بتمام 7:30. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.